طيب نكمل يا جماعة، يعني هنحل كام سؤال كده كفاية كده النهاردة. يعني ده أسئلة من امتحان قديم، فأنا يعني شفت كذا سؤال فهركز على الأسئلة المهمة خالص. يعني طيب بيقول إيه؟ equilibrium is achieved in a system of three forces acting concurrently on an object. بيقول if the system includes five newton force due north and two newton force due south. حلو. بيقول then the third force. طب حلو، يبقى انا عندي 5 لفوق و2 لتحت، يبقى انا عشان يحصل equilibrium لازم يكون اللي تحت قد اللي فوق، صح؟ طيب انا عندي ايه المفروض الفورس الثالثه تبقى ايه؟ 3 نيوتن تو ذا ساوث. تمام؟ تمام. سهله؟ ايوه. طيب نخش على اللي بعده. بيقول ايه؟ A car is moving at a uniform velocity. The forward driving force is 2000 newton. بيقول the drag force due to air resistance and friction would be. طب احنا عشان يتحرك ب constant velocity، حلو؟ هيكون عندي ايه؟ فورس لقدام وفورس لورا. طب هو الفورس الدرايفنج فورس دي اللي بتحركه لقدام. طب الفورس هو هنا عايز الفريكشن؟ الفريكشن والاير ريزيستنس على بعض. تمام؟ يعني الفريكشن حاجه الريزيستنس، اي فورس بتعمل ريزيستنس يعني، سواء الفريكشن او او الفورس بتاع الاير. تمام؟ تمام. يبقى ايكوال كام بقى؟ 2000. ايه؟ 2000 نيوتن. يبقى 2000 لانها بتحرك انا كونستنت فيلوستي، يبقى اللي قدام بيساوي اللي ورا. سهله خالص اهي. الاثنين حق الفراكشن والاير ريزيستنس الاثنين برضو مجموعهم على بعض بيساوي مجموعهم على بعض. تمام. مجموعهم على بعض بيساوي مجموع الفورس اللي هي بتتحرك بيها اصلا. ايوه. طيب بيقول ايه؟ which law of Newton's work represents the reason beyond using the seat belt on driving. طب حلو. السيت بيلت ده مهمته بيعمل ايه؟ ان هو بيحميك مثلا لا قدر الله لو حصل حادثه اللي هو وقفت فجاه ان انت اتقلب قدام، صح؟ طيب أيه. الجسم بيحاول يحافظ على حركته لما بيقف، ده بيبقى ايه؟ طبعا الانرشيا، صح؟ انهي لوز من النيوز من اللوز بتاع نيوتن بقى معروفه باللو اوف انرشيا؟ الفيرست لو. يبقى الفيرست لو. تمام. طب ليه ما يكونش السرد مثلا؟ ما هو انا لما بتخبط انا كده عملت اكشن، وان السيت بيلت لما يطلع مثلا كده رياكشن. هو بيقول لك يعني انت خايفه من الانرشيا ولا اللي همك اللي كله ان انت خايفه من ايه؟ اصل بص لو جيت ركزي في اكشن ورياكشن، انت اي حاجه في حياتك هتعمليها هتلاقي اكشن ورياكشن. فانت هنا المهم عندك ايه؟ الفيرست رو، لانك خايفه من الانرشيا. تمام. وبرده نفس الفكره بتاع الاير باج اللي هو دلوقتي بقى بيحطوا الاير باج عشان تحميك من الانرشيا برده. بس تمام. طيب رقم 17 بيقول which law of Newton's work explains the trick of pulling a table cloth out from underneath some dishes without disturbing them. اللي هو انا بشد كده الحركه اللي بيعملها بتوع السيرك، اللي هو بيشد القماشه اللي تحت الاطباق من غير ما يحصل لهم حاجه. ده تبع انهي لو؟ الفيرست. صح. ليه؟ لان انا عندي الجسم بيحاول يحافظ على ايه؟ الحاله بتاعته، سواء كونستانت او في موشن، فهو بيبقى كونستانت فعايز يرجع لنفس الحاله فبيرجع تاني لنفسها، يبقى ده تبع ايه؟ الفيرست لو. فيرست لو. تمام. باي ذا يا جماعه ده كان امتحان دفعتي. ابعته. حاضر يا بارتو. بيقول ايه؟ If a moving object is receiving unbalanced forces, which action would not happen? طيب unbalanced forces دي معناها ايه؟ ان هو فيه resultant force، صح؟ طيب ال resultant force دي هتسبب ايه؟ motion او acceleration. سبب البوستيف بقى وبالنيجاتيف، يعني هي ممكن تسرع الجسم ممكن تبطئه، صح؟ يبقى حلو، يبقى هي ممكن تسرعه وممكن تبطئه. طيب وبتقول لك ايه بقى؟ طيب الاكسلريشن دي تبقى دي، صح؟ مفهوم الاكسلريشن يعني ايه؟ change في الفيلوستي او الـ change في الدايركشن بتاع الفيلوستي، صح؟
يعني لو عند بتحرك بكونستنت فيلوسيتي بس في اتجاه مختلف يبقى ده يعتبر اكسلريشن صح؟ يبقى it might change direction ده يعتبر برضو ايه؟ acceleration. طيب it might move a uniform at a uniform velocity لا يبقى ده الحاله يبقى ده ايه الاختيار اللي هو ما ينفعش يحصل لو في unbalanced forces. تمام؟ تمام. معظم الاسئله عندنا conceptual شويه. طيب بيقول the figure illustrates a woman pushing a baby stroller the basic horizontal forces that you can identify on each of the woman and the stroller if you would like to present them in a free body diagram. حلو. وعايز horizontal forces. طيب اولا كده الست تعالوا نشوف اللي هو البوكس ده. الست بتزق الفورس لقدام صح؟ ادي فورس قدام هوريزونتال. حلو. والفريكشن بتاعه بيعايز ايه؟ يخليه لورا صح؟ طيب تمام. والاير ريزيستنس برضه خليه يتحرك لايه؟ لورا. تمام. طيب تعالوا نشوف الست. هي بتزق البتاع ده قدام بفورس يبقى هو هيأثر عليها بايه؟ بفورس. تمام. وبعد كده الاير ريزيستنس جرافيشنال. لا انا بتكلم هوريزونتال. وعندي الفريكشن بتاعها بيأثر عليها ايه؟ عكس الاتجاه صح؟ انا عندي دلوقتي كام فورس؟ 6. تمام كده؟ يعني الاير ريزيستنس ده حاجه والفريكشن حاجه. طبعا ده حاجه وده حاجه. طيب. طيب هو 3 على على 6 ليه؟ مش هما 2 بس؟ لا مش هي بتزق بيبقى في مش بيبقى في رياكشن بقى من من اللي هي بتزق عليها؟ تمام. يعني انت لو بتزق حيطه او بتزق اي حاجه يبقى في رياكشن منها عليك؟ تمام؟ تمام فهمت. بس كده يبقى 6. طيب نخش على اللي بعد كده. بيقول هنا بيقول لي the friction force affecting the body in the opposite figure. طيب واضح خالص كده ان بيقول ان هو بيتحرك بفورس الناحيه دي 50 نيوتن. طيب وعندي الاكسلريشن بايه؟ ب 10 في الناحيه دي وعندي فريكشن عكس الاتجاه. طب مبدئيا كده انا عندي ايه؟ التوتال فورس ايكوال ايه؟ الماس في الاكسلريشن صح؟ ايوه. حلو. الماس في الاكسلريشن ايكوال كام؟ 4 مالتبلايد باي 10 يبقى 40. حلو. ايكوال السمشن اوف فورسز. طب مين اللي رايح قدام اللي هو في نفس اتجاه الاكسلريشن؟ ال 50 صح؟ ومين اللي رايح عكسها؟ الفريكشن فورس. يبقى الفريكشن فورس بكام؟ ب 10 نيوتن. تمام؟ تمام. بيقول if the net force تمام propelling a train is doubled تمام and its total mass is decreased to half بيقول the acceleration of motion would be. طيب الاول كده في الحاله الاولانيه انا عندي ايه؟ الاف ايكوال ام اي صح؟ طيب في الحاله الثانيه ايه اللي حصل؟ الفورس حصل لها doubling يبقى 2f ايكوال والماس حصل لها ايه؟ increase decrease to half يبقى half m مضروبه في ايه؟ في x صح؟ طيب لو انا وديت ده الناحيه الثانيه هيبقى ايه؟ 4 يبقى 4f equal للm في الاكس صح؟ هو الاكس دي الاكسلريشن بس في الحاله الثانيه؟ يبقى في الحاله الثانيه كده انا ضربت الايكويجن كلها في 4 يعني لو انا هعتبر كده الايكويجن كلها مضروبه في 4 واعتبر ان الm constant صح؟ مش انا وديت ال 2 الناحيه الثانيه؟ تمام. يبقى الاكسلريشن حصل لها ايه؟ هي كمان بقت 4a صح؟ يبقى 4a يبقى increased 4 times. تمام؟ تمام. هي لو الماس قلت الماس الاكسلريشن هتزيد الضعف؟ لو الفورس ثابته
يعني لو الفورس ثابتة المسافة قلت النص يبقى الاكسليشن زيرو ضعف. تمام؟ تمام. نخش على اللي بعد كده. بيقول a boy is jumping on a trampoline. What is true? بيقول the reaction of the trampoline on the, of the body is greater than the action of a boy on the trampoline. حلو. هل أصلاً البوي لمس الترامبولين عشان يبقى في action أصلاً أو reaction؟ لا. بيقول لك the boy moves upward at a uniform acceleration، صح ولا غلط؟ مش الـ acceleration اللي تأثر على البوي دلوقتي في الحالة دي هي الجرافيتي؟ constant. يبقى constant، يبقى هو فعلا بيتحرك بـ uniform acceleration. طب تعالي نشوف التالت. بيقول لك the boy moves upward at a uniform velocity، هل ده بيحصل؟ لا، عشان في acceleration. بيقول no force acts on the boy when is rising in air. ما بيأثر عليك gravitational force اصلا. الويت بتاعك بيأثر عليك في اي حته وانت في المجال بتاع الارض، صح؟ ايوه. يبقى بي هي اللي صح. تمام؟ طيب 23 24 مديني جراف. تمام؟ ده في تي جراف. في تي جراف. في تي جراف. طيب بيقول لي ايه؟ انا عندي four periods of time، يعني هو كل period من دول قد التانية، وده ايه اللي تشينج بتاع الفيلوسيتي بتاع الجسم. بيقول ذا ستيج، بيقول لي بقى ايه عايز انهي مرحله in which the resultant force acting in the car is the greatest. طب حلو، معنى ان هي الريزلتنت فورس ماكسيمم. طب بما ان الماس ثابته معنى كده ان هو عايز ايه الماكسيمم اكسلريشن، صح؟ طب ان هو اللي عندها ماكسيمم اكسلريشن سواء بالبوزيتيف او النيجاتيف A B. A B صح؟ A B لأن الـ change في الـ velocity كبير، وطبعاً الـ time كله يعتبر ثابت. تمام؟ إيه؟ عندي الـ A B هو اللي حصل فيها أكبر acceleration. تمام؟ طيب. بيقول the stage in which the car is affected by balanced force. طب balanced force؟ C D. يبقى C D. يبقى الـ resultant of force بزيرو، يبقى الـ acceleration بزيرو. يبقى الـ إيه؟ الـ velocity constant، صح؟ يبقى C D. تمام؟ تمام. طيب حلو قوي. تمام. لا هو ده الامتحان كامل بتاع اللي جالكوا بالظبط كده؟ يعني كان سهل، صح؟ انا عارف. لا بس هو انت كنت انت ستيم مكتوبه، صح؟ لا كنت كفر الشيخ. ازاي بيدوا كل الامتحانات؟ احنا عندنا ما بيدوناش حاجه. لا ما احنا جبناه بعدها في اخر السنه تقريبا يعني. هقول لك على حاجه بامانه يعني. ده كان امتحان الدفعه اللي قبلنا وهم ما كانوش يعرفوا ان الامتحان معانا فجابوه هو بالظبط. ايه ده بجد؟ هو ينفع اصلا؟ وهم بصي زمان كانوا ما كانوش يعرفوا ان ايه الامتحانات بتتنقل من دفعه لدفعه. عشان كده مش بيدولنا ورقه الميد ترم معانا لان الامتحان بيتكرر. على فكره مره في مدرسه مدرس يعني كان ورقه ميد ترم ناقصت الاثنين المراقبين خدوا جزا، وده كانت في مدرستنا. يعني بيحذروا قوي من الحوار ده جامد يعني. طب انا عايز اعرف يعني مالهم مالها يعني لو خدنا الاسئله مثلا؟ مبدئيا كده احنا خلصنا الكلام ده. تمام؟ تمام. خلينا حبه حلوين الحمد لله. هيقفل يا دكتور بس عشان جاي عايز اي حاجه.